ايوه انا اللي قتلت حسن ابني اللي عنده 8 سنين وراح حط على الفول صبغة شعر. قعد ساعة بيصرخ من وجع البطن وابوه قفل عليه الباب يقول له انا هموتك. لغيت ما مرة واحدة الولد همد وسكت تماما، الولد خلاص مات. ان عواقب ارتكاب الجريمة وخيمة جدا، ستودي بك الى اوضاع مأساوية حزينة. نصيحة: لا تورط نفسك في ارتكاب أي جريمة أو مخالفة للقانون، لأن الجريمة لا تفيد. ساعة مع حنفي. أهلا بكم، أهلا بكل مشاهدي قناة ساعة مع حنفي، القناة المعنية بعالم الجريمة. تعال نشوف الجريمة دي اللي حصلت في محافظة الأقصر، مركز اسمه مركز الكرنة. احنا بقينا دلوقتي في آخر الزمان، الواحد لما كان بيخاف من حد يروح يقول لأبوه الحقني يا باي، في واحد بيضربني في المدرسة، في واحد صاحبي بيستناني يا باي قدام المدرسة وبيضربني. ده احنا حتى لما بنكبر وندخل الجامعة وبتحصل لنا مشاكل بنتصل الحقني يا باي، انا واقع في مشكله في الكليه، في جماعه من زمايلي يا باي واقفين لي، ما هروح لمين؟ لازم نستشير والدينا، الاب هو السند. حتى اي بنت لما حد يكلمها ولا يتحرش بيها بتتصل بابوها، الاب هو السند، هو العمود اللي بيتشد عليه كل اساس البيت. لكن لما ينقلب الاب لحيوان، حتى الحيوانات لا يمكن تتوقع منها الغدر بالشكل ده. ايه اللي حصل؟ زوج وزوجة ومعهم ابنهم حسن عنده 8 سنين، ولد زي القمر. زوجة وزوج وطفل عنده 8 سنين اسمه حسن، عايشين في القرنة، مركز القرنة حافظ الأقصر. زي اي اتنين متجوزين بيحصل خلافات بين الزوج والزوجة. طبعا احنا دايما بنقول يا جماعه احنا احيانا كتيره جدا بنلقى زوجات عايشين مع زوجهم عشان خاطر العيال. تيجي تسال الزوج انت سعيده؟ تقول لك لا ولا شفت السعاده. اما عايشه مع الراجل ده لا، عشان خاطر العيال. وتسال الراجل انت مالك كده يا عم، مش سعيد في عيشتك؟ يقول لك اسعد ايه؟ البومه اللي انا كنت متجوز اللي انا متجوزها دي. طب يا عم ما اطلقها. العيال اطلقها والعيال يروحوا فين؟ العيال هيتبهدلوا. طب يا عم اتجوز وافتح بيت تاني. ها لو اتجوزت تاني هتروح تخلعن وتاخد العيال والعيال هم اللي هيضيعوا. دايما بنقول العيال هي اللي بتحاسب على المشاريع. الزوج يطلق زوجته وانت مغمض عينيك العيال هيضيعوا. حتى مهما تكون الام قويه وحازمه مفيش فايده، ما بتقدرش تسد مكان الاب ابدا. ولو الاب خد العيال مهما يكون متفرغ لأولاده عمره ما يطلعهم أسوياء، لأنه ما عندوش حنان الأم، فالأولاد هم اللي بيضيعوا. حصلت خلافات بين الزوج والزوجة، الزوجة صممت على الطلاق وراحت لمت هدومها وخارجة من البيت وواخدة ابنها حسن في ايدها. راح جوزها قال لها لا هتطلق غوري وابنك بقضي في المحكمة. الزوجة من العند راح تثبت ابنها وقالت له خده انا هاخده بالمحكمه، ولمت هدومها وراحت عند بيت اهلها. صممت على الطلاق وبالفعل قعدوا الطرفين وخلصوا الموضوع وتم الطلاق. هات الواد، لا الواد معايا. الواد حضانه مع خلاص خدوه بالمحاكم. فالام رفع قضيه على طلاقها، عايزه ابنها حسن 8 سنين والقانون واضح الاولاد في حضانه الام. طب الاب بقى عايز يحرق قلب الام. احنا شفنا قبل كده اللي ضرب ولاده بالنار، وشفنا اللي ذبح ولاده. لكن بقى احمد اللي هو الزوج عمل ايه في ابنه بقى؟ تعال نشوف. للاسف حسن اللي عنده 8 سنين مات ازاي. لو كان ضربه بالنار كان الواد استريح، لو كان ذبحه كان الواد استريح. شوف وصلت البشاعه لدرجه ان انا بقول لكم اهو، لو احمد ده اللي هو الاب اللي عنده 42 سنه ضرب ابنه حسن بالنار كان الواد استريح.
لو الاب ده احمد مسك ابنه بالسكينة وقطع راسه كان اريح. عمل ايه في حسن بقى؟ وان انا بستغرب له، في اب يعمل كده؟ في اب يعمل كده؟ لا حول ولا قوة الا بالله، حسبي الله ونعم الوكيل. يعمل ايه الاب بقى؟ قام الصبح الساعة 8، عارف ان ابنه بيحب الفول والطعمية، راح جاب طبق فول وجاب بصل اخضر وجاب ليمون وحط الزيت وراح حط على الفول صبغة شعر. عارفين صبغة الشعر؟ الجماعة اللي بيداروا الشيبة دي بيصبغوا عشان ما يبانش الشعر الابيض، رغم ان الشعر الابيض هيبة، لكن ما عليه مش مشكلتنا دلوقتي. راح جاب صبغة من الصيدلية وقال لابنه قوم يا ولد انا جايب لك شوية فول سخنين وطعمية وجايب لك خيار من اللي بتحبه وليمون، وتعالى بقى علشان نفطر مع بعضين. ايه يا بابا جبت طعمية سخنة؟ ايوه حبيبي جايب لك فول. الواد قاعد ياكل، ما بتاكلش ليه يا بابا؟ قال له يا حبيبي انا هقعد اتفرج عليك. قال له طب عشان خاطر يا بابا كل سندوتش طعمية. قال له حاضر يا ابني. هو حط الصبغة على الفول، فالواد بياكل الطعمية وبعد كده يا بابا الفول طعمه وحش او مر. لا ده جميل يا حبيبي، توابل، كل ده حلو يا حبيبي. الواد كل ما ياكل لقمة هيرجع، بقول لك ايه، هضربك ومش هاخدك تاني ومش هوديك عند امك. هتوديني عند ماما يا بابا؟ ايوه يا حبيبي لو خلصت طبق الفول. يا بابا يعني لو خلصت طبق الفول هتوديني عند ماما النهارده؟ يا بابا خلص طبق الفول وانا اخدك عند ماما. حاضر يا بابا. يا بابا طعمه وحش قوي. قال له خلاص مش هتروح عند ماما. قال طب ممكن اطلب المعلقه يا بابا؟ قال له كل يا حبيبي المعلقه. الواد لا، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل. الواد كل الطبق كله بالمعلقه وهو هيرجع، لان ابوه قال له لو كلت الطبق كله هديك عند امك. تخيلوا بقى الولد قعد ساعه بيصرخ من وجع البطن وابوه قافل عليه الباب يقول له انا هموتك واحرق قلب امك عليك. طب وانت يا اب قدرت تقعد ساعه ابنك بيتلوى ويصرخ وبيزعق وسايبه؟ قال لك ايوه، عشان احرق قلب امه عليه. لغايه ما مره واحده الولد همد وسكت تماما، اتاكد الاب ان الولد خلاص مات، شال ابنه ويصرخ على السلم، الحقوني يا ناس، وقفوني تاكسي يا ناس، الولد بيموت مني. جري منه، جري وقف تاكسي الجيران، حطوه طلع على مستشفى الكرنك الدولي. ايه يا حاج في افاء؟ ابني بيموت، ابني بيموت. الواد حط صبغه على الاكل، الواد ما يعرفش يحسبها بهارات. كلام الاب غير منطقي، وخاصه ان قال ان انا اكلت معاه وما حسيتش بحاجه. طب منين اكلت معاه ومنين صبغه واشمعنى ابنك؟ عقبال ما دخلوا للولد يغسلوا له معدته ويشوفوا الاجراءات، الولد كان مات. طبعا في المستشفى في نقطه الشرطه اتصلوا في طفل ادعاء ان هو كان ماده سامه فتوفى. جه رئيس المباحث لقى روايه الاب غير منطقيه. الاب بيقول انا فطرت انا وهو فول وطعميه. الاطباء قالوا لا، الوفاه نتيجه تناول ماده سامه، والطب الشرعي اثبت انها صبغه شعر. يا حاج صبغه الشعر؟ قال لك الواد هو اكيد الواد يحسبها بهارات، اصل الكيس بتاع الصبغه زي كيس البهارات. لغايه ما جت الزوجه جت انا اشك ان الاب هو اللي قتل ابني. بالضغط على الاب نهار واعترف وقال ايوه انا اللي قتلت حسن ابني اللي عنده 8 سنين عشان احرق قلبه. الكلام ده كان قدامها في مكتب رئيس المباحث، قال لك ايوه انا اللي قتلته عشان احرق قلبك عليه. ايه ده؟ انت تحرق قلب امه على الطفل وانت قلبك فين يا اب؟ والله الابهات بيحسوا بولادهم اكتر من الامهات. ده الاب بيعين هم ابنه اكتر من الام. الاب هو اللي بيفكر في الاولاد لمستقبلهم، الام بتفكر لاولادها حاليا، لكن الاب بيعين هم اولاده بكره وبعد. تلاقي يحط القرش على القرش يقول لك بكره الواد عايز يتجوز، بكره اجيب له ذهبه، بكره ابني له شقته، بكره احجز له معرفش في الاسكان الشباب. الاب بيعين هم ابنه للمستقبل، لكن الام بتبقى شايفه ابنها في الوقت الحالي. فين قلبك انت؟ ومات حسن. لا حول ولا قوة إلا بالله. هنقول إيه؟ لله الأمر من قبل ومن بعد. أشكر.